ماذا بعد مشاركة اللقاء الديمقراطي في جلسة التمديد للبلديات؟ والأهم، ماذا بعد استقبال الاشتراكي لوفد حزب الله في كليمانسو؟ لبنان لا يقوم إلا على التوافق. هل من تموضع جديد؟ وهل يؤثر ذلك على موقفه من الاستحقاق الرئاسي؟ وهل تنتج مساعي الخماسية مخرجاً في هذا الإطار؟ المطلوب اليوم أن نطلق دينامية جديدة تتلاقى مع ما يقوم به أصدقاء لبنان. هل من إطار عملي لحل ملف النازحين بعدما تحول إلى قنبلة موقوتة؟ وماذا عن الورقة التي أعدها الاشتراكي؟ مخاطر جمة تواجه لبنان واللبنانيين. وأي مصير للجبهة الجنوبية المشتعلة على وقع التهديدات من الجنوب إلى رفح؟ أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ضيف حوار المرحلة مع رولا حداد الأربعاء الساعة 9:30 مساء مباشرة على الـ LBCI.